يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وكل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة خلاص ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتاني أيام التشريق، وهذه الأيام معروفة أنها أيام أكل وخير وعطاء وبركة وذكر كمان لله تعالى وفقا للحديث الشريف. طالما جبنا سيرة الأكل، على طول دماغنا بتروح لفين؟ لطبق الفتة. الفتة اللي خلاص تحولت لترند تقريبا بقالها يومين، واحنا دايما متعودين انه مع كل مناسبه او مع كل حدث او مع كل ظرف بيحصل بتنقسم الناس ما بين مؤيد للشيء ومعارض ليه. نيجي في الصيف والشتاء، الناس تقول لك بنحب الصيف، وناس تقول لك لا ده الشتاء احسن. بيجي الكلام ده بيحصل دايما في بدايه الصيف ودايما بيحصل في بدايه الشتاء. دلوقتي الناس انقسمت على الفته ما بين الناس اللي بتقول بقى ان الفته لازم يكون بالصلصه والثوم والخل، وناس ثانيه شايفه انه لا بناكلها احنا من غير صلصه. عشان نحسم الجدل ده انا دخلت على جوجل وعشان اشوف بقى الفته بتتعمل ازاي. فبيقول لك الفته بقى بتتعمل ازاي: يحمص العيش جيدا، دي اول حاجه، ثم توضع عليه قليل او يوضع عليه قليل من الشوربه، وبعد كده يغطى بالارز المستوي. يا سلام، هنا احنا بنحط العيش مع الرز وما بنتكلمش. يعني احنا ساعات بننتقد الناس اللي بتاكل كشري بالعيش، انما دلوقتي احنا بنحط العيش على الرز والدنيا تمام، مفيش مشكله ماشي. بعد كده تجهز التقلية على النار بتحمير الثوم في الهون ومعاه الزبدة، ثم يضاف الطماطم وقليل من الماء والخل، وبعد كده نحط عليهم الرز، وطبعا توضع عليهم اللحمة بشكل دائري. في النهاية بنحط اللحمة على نفس الصينية بشكل دائري. لما الموضوع بيكبر كده وبيتطور بالشكل ده، دخلنا عشان نعرف ايه اصل الحكاية. باختصار الحكاية اصلها ان في حد نشر بوست على جروب من جروبات الاكل وسال السؤال ده، وغالبا الشخص اللي سال السؤال ده من محافظه اسكندريه، لان هم دايما الاسكندرانيين عندهم تحفظ شويه على الموضوع ده، على الرغم ان هم حطوا الجبنه على كل حاجه في الاكل واحنا بناكل عادي ما بنتكلمش. هنا بقى ظهر الخلاف وبدات التعليقات من الناس، كل واحد يدافع عن الفته اللي بيحب ياكلها بالطريقه بتاعته او اللي بيعملها بطريقه مختلفه، او الفته اللي اتربى عليها او اللي بيحب ياكلها في العيد. كل واحد طبعا بياكلها بطريقه معينه ومتمسك بيها. الحقيقه انه كان في تعليقات لطيفه جدا، زي احنا مثلا لو سكتنا على موضوع الفته ده اللي هو من غير صلصه شويه، وهنلاقيهم بياكلوا الكشري بوايت صوص. هنا طبعا واحنا بنتكلم عن الوايت صوص هنلاقي في ناس بتتكلم عن الفته اللي هي بصلصه دي بيقولوا عليها ايه؟ فته بريت صوص. مش عارف ازاي يعني، اول ما تخلينا احنا عن المصطلحات دي الدنيا باظت خالص. لكن خليني اقول لكم ان الاكل ده اذواق ومزاج، كل واحد بياكل الحاجه اللي بيحبها بالطريقه اللي بيحبها. كمان اللي عايز بصلصه ياكل بصلصه، مفيش مشكله، يحط الدقه والثوم مفيش اي مشكله وياكل ويتبسط. ده طبعا زي ما قلنا ان الاكل ايه؟ مزاجات. بس احنا لازم نحل هذا الخلاف بطريقه علميه عشان نحط قواعد كده وتبقى الناس عارفه الموضوع ماشي ازاي. الاصل في الفته ان هي اكله فرعونيه، وما كانش وقتها في طماطم ولا كانوا بيحطوا عليها لا ثوم ولا بصل. اول ناس حطت على الطماطم او حطت طماطم على الفته هم الفاطميين. بعد كده بدات في بعض الثقافات تدخل في الموضوع، وبدانا نشوف بعد الفته دي بدانا نشوف فته شاورما وفته بالفراخ وفته فيها عيش مقرمش كده بيتحط على الوش، وفته فيها طبعا الشوام بداوا يضيفوا عليها الحمص وشرايح البصل وحاجات غريبه كده. لكن الاصل فيها زي ما قلنا لحضراتكم اصلها فرعوني وما كانش فيها طماطم. لكن لما استحدثنا الموضوع وبقى فيها طماطم، ايه المشكله؟ بالعكس الطماطم بتديها طعم كمان. بعيدا عن هذا السرد التاريخي، عايز اقول لكم كمان انه اللي اهم من الفته بتتعمل ازاي هي اللمه كمان بقى، اللمه اللي بتكون على طبق الفته او انجر الفته زي ما بنقول. احنا طبعا من الشعوب اللي بتحب الاكل وبتحب كمان اللمه على الاكل، وان دي او من علامات الاغتراف في مصر هي انك تاكل لوحدك. يعني الواحد كده لما ياكل لوحده ياكل لوحده وهو مش مبسوط، بياكل وخلاص، انما اللمه على الاكل فعلا احنا شعب بيحب اللمه في كل حاجه وخصوصا كمان على الاكل. عشان كده طول ما بيجمعنا طبق فته واحد فاحنا من الدائمين ليه باي طريقه ايا كانت. كلوا واتبسطوا بالف هنا وشفا، ربنا يجعل ايامنا كلها خير وبركه. وسؤالنا موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا بعد ترند الفته بصلصه ولا من غير صلصه، انت بتحب تاكلها ازاي؟ بانتظار طبعا اجاباتكم وتعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.